أصيب الوسط الإعلامي بصدمة قوية بعد إعلان وفاة الإعلامية الشابة هنا يوسف التي تعمل في موقع وقناة بي بي سي. ونعى الموقع الشابة التي توفيت عن عمر يناهز 27 عاما من خلال مديرة الأخبار فيران أنثورس، ونقل عنها قولها: إعلامية شابة وموهوبة وتحظى بإعجاب الكثيرين، ووصفت خبر وفاتها بالمروع. ومن جهتها أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة هانا يوسف حزنها العميق لفقدانها، متمنية أن تشكل مسيرتها نموذج يحتذي به آخرون. وفي بيان أصدرته طلبت الحفاظ على خصوصيتها، وأضافت: يعرف الكثيرون هانا يوسف بسبب مساهماتها الصحفية الكبيرة وعملها في قناة بي بي سي، وفيما نحن نبكي بسبب فقدانها نتمنى أن يشكل إرثها مثالا يحتذيه زملائها والأشخاص الذين تركت أثرا لديهم على امتداد السنوات الماضية، دون تذكر سبب الوفاة الذي ظل غامضا. وأشار تقرير الموقع إلى أن هنا يوسف كانت تتكلم 6 لغات، وإنها عملت لدى ذا جاردن وذا إنديبندنت وذا ماي إسلام نيوز وذا بول.